غربي عربي عربي غربي، معي أنا نبيها حضارة من أستراليا مباشرة. كلام عن الأنثى، إذا أردنا فهم الأنثى انظر إلى عينيها عندما تتكلم، احتضنها عندما تتألم، حارب من أجلها ولا تستسلم. علموا أولادكم أن الحب حلال وأن الأنثى أمانة وليست للإهانة. علموهم أن الأنثى وطن والوطن لا يخاف. الأنثى روح وليست جسدا، رحمة وليست ضعفا، علم وليست جهلا، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في عنق كل رجل. استوصوا بالنساء خيرا مرفقا بها، خلقها الله ملاذا لآدم. جعل في القرآن باسمها صورة النساء، عاطفة وليست ساذجة، طيبة وليست غبية. يقول الشيخ محمد عبد العزيز حدارة، حين يدفع الناطق بالحق لثمن قوله ويقبض الناطق بالزور ثمن قوله، فاعلم أنك في آخر الزمان. أعجبني الكلام بكتابة المحامية السيدة دينا العلي، رح علم ابني لما يتزوج انه بيته أولاده اهم مني، وبنت الناس اللي حيتزوجها لها حقوق وواجبات واحترام. رح علم ابني ما يستحي وما يخاف يحط ايده على مرته او يغمرها او يقلها كلمة حلوة قدامي. رح علم ابني انه مرته مش خدامة الي، ولو خدمتني فهيدا من ذوقها وحسن تربيتها ومش مجبورة. رح علمه ما يكذب على مرته كرمال يكون في بيناتهم احترام. رح علمه انه اللي ما بترضاه على امك واختك ما ترضاه على مرتك. رح علم ابني انه ما يسمح لحدا يتدخل بيناتهم ويعرف يحل مشاكله بينه وبين مرته وبس. رح علم ابني يحافظ على مرته على كرامتها من اي حدا حتى من نفسه، وانه يخاف الله فيها. رح علم ابني يعمل مصاري لنفسه ويشتغل ماديا ويستقل ماديا وما يبقى تحت رحمة حدا مين ما يكون. رح خلي مرته تدعي لي اني ربيت رجال. مما أعجبني، لا تنظر لمن يتكلم عنك في خلفك لأنه في الأصل هو خلفك وليس أمامك. أسعد سرايا، شكرا لهذه الحكمة. غربي عربي عربي غربي، معي أنا نبيها حدارة من أستراليا مباشرة.